السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا شباب راح أشرح لكم شرح تحديات الأسبوع الثامن وأوريكم أماكن الصنديق جميعها وكل أماكن الريفت. بس قبل أن نبلش أتمنى من كل شخص يشوف المقطع ومش مشترك بالقناة أتمنى إنه يشترك وفعل زر الجرس، ويلا نبلش. أول شي شباب الصورة تشوفوها قدامكم، أول تحدي مطلوب منك إنك تحط 10 أفخاخ بأي مكان، تمام؟ طيب مش لازم تذبح فيهم أحد ومو لازم نفس الجيم، تمام؟ يعني تقدر تسويهم اكثر من جيم ومش لازم تذبح احد، بس كل عليك تمسك الفخ وتحطه على الارضيه او بالبيت او على السقف اي مكان. انا حطيت 2 قدامكم، انتوا لازم تحطوا 10، طبعا مش بنفس الجيم عادي واكثر من جيم. التحدي الثاني تفتح 7 صناديق بولينج وود، هذه هي بولينج وود، طبعا راح اوريكم اماكن جميع الصناديق الموجوده بولينج وود. وننتقل للتحدي الثالث، مطلوب منك تفنش 4 بأسلحة الشاتجن، يعني اعملهم بنوك داون بأي سلاح، افطحهم بأي سلاح، وأهم شي انك تفنشهم بالشاتجن. هذه أسلحة الشاتجن المتوفرة باللعبة، تقدر فيهم تخلص التحدي. والتحدي الرابع مطلوب منك انك تدمج خصمك بالفاس، يعني تضرب خصمك بالفاس وتجيب 250 دمج، سهل التحدي. وننتقل للتحدي الخامس، انك تستخدم 10 ريفت ب10 أماكن مختلفة. استخدم الرفت بعشر أماكن مختلفة، بوريكم الأماكن العشرة. وننتقل للتحدي السادس يا شباب، مطلوب منك تبحث عن النجمة بين الثلاث كراسي، فراح اوريكم النجمة على طول. مكان النجمة يا شباب على الجبل، مكان ما حددته انا بالخريطة، على المكان انا حددته بالخريطة، تمام؟ طبعا بوريكم على الجبل وين بالضبط راح تكون النجمة. راح تكون النجمة يا شباب بين الشجرتين، انا نزلت بينهم عند الارضية هذه اللي ما عليها عشب، تمام؟ اللي لونها بني.
راح تكون نجمة عليها، وإذا ما كانت عليها بتكون جنبها، تمام؟ بس 100% عليها راح تكون. وننتقل للتحدي السابع والأخير، إنك تقتل ناس بمراحل. أول مرحلة ستيج 1 مطلوب منك تذبح واحد بجريس جروف، لما تخلص الجيم وتطلع منه بيكتبوا لك المرحلة الثانية اللي هي مطلوب منك تذبح الثاني بلوني ليدج، ولما تخلص الجيم وتطلع منه بيعطوك المرحلة الثالثة ومطلوب منك تذبح الثالث بفتل فيلد، يعني جريسي لوني فتل. طبعا هسه الاشي المتأكدين منه انه اول شخص بجريسي، اول شخص بجريسي ممكن يغيروا المكان الثاني، يكون مثلا مش بلون المكان الثاني، ممكن يعطوك تلتد او اي مكان ثاني. المهم انك انت فاهم التحدي وما تفرق عندك المكان، اول مكان جريسي وبعطوك المكان الثاني والثالث هم، بس على الاغلب هم لونلي وفاتل فيلد، يعني جريسي ولونلي وفاتل فيلد. وبس يا باب هذا كل شيء عندي اليوم، فاتمنى تكونوا فهمتوا كل التحديات، واذا في شيء ما فهمتوه اكتبوا لي بالتعليقات راح اساعدكم. وبس شباب اتمنى لا تنسون من اللايك، واتمنى اذا ما كنتم مشتركين انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. مع السلامه.